عودة لحضراتكم مرة أخرى، ولسه مكملين حلقتنا من ملوك الصالات، ونستقبل نجمات فريق كرة اليد بسمة مدحت ويومنا مصطفى. منورة الدنيا بسمة، بنورك، ربنا يخليكي، منورة الدنيا يومنا. ربنا يخليكي أول مرة منورة. يومنا صح؟ أول مرة القناة نورت. الله يخليكي. بسمة، في البداية كده عايزين نتكلم على طول عن الفريق ومشوارنا في الدوري لحد دلوقتي. الفريق ماشي ازاي؟ كلميني أكتر عن مشواركم في الدوري. لعبتوا تقريبا 10 ماتشات صح كده؟ خسرتوا 2 وكسبتوا 8 ماتشات، ثمان ماتشات. أمام النادي الأهلي ونادي الشمس. ازيك تكلميني أكتر المشوار لحد دلوقتي في الدوري ماشي ازاي؟ هو احنا في الدوري دلوقتي تاني مجموعة، يعني في المجموعة بتاعتنا التاني احنا الفرق ما بيننا وما بين الشمس، احنا متعادلين في النقط، بس الفرق ما بيننا الاهداف، احنا اهدافنا اعلى من الشمس، فعشان كده احنا تاني والشمس دلوقتي هو تحتينا التالت. فاحنا خسرنا ماتشين، وزي ما حضرتك قلتي كسبنا 8 ماتشات. طيب انتوا ايه الماتش اللي هو يعني في الماتشين كنت حاسه انه لا انتوا كنتوا تقدروا تكسبوه؟ الشمس الشمس. والاهلي برضو، يعني احنا كنا هنقدر نكسب الاثنين، بس اللي هو الشمس احنا خسرنا فرق واحد في اخر 10 ثواني، جه بلنتي، احنا كنا متعادلين ورايحين نجيب الفرق واحد، جه علينا بلنتي، خلاص هو جه جون، فاحنا خلاص احنا كنا الماتش بتاعنا. حتى احنا في بداية الماتش احنا على طول كسبانين، كسبانين فرق اتنين، وبعد كده تعادل، وبعد كده كسبانين. وماتش الاهلي برضو يعني خسرنا فرق اتنين، بس عدم توفيق. صحيح. يمنى قولي لي ايه الماتش اللي انت حاسه انه من الماتشين كان لا الزمالك يقدر يكسب؟ زي ما بسمة قالت بصراحة كان ماتش الشمس أقرب ماتش، بس أنا ماتش الشمس يعني ما لحقتش أشوف الهجمة الأخيرة، لأن أنا بعد أول ربع ساعة فيه اتصبت، يعني خدت خبطة كده 4 غرز في يا عيني، نهار أبيض. فما شفتش إيه اللي حصل. بس بصراحة يعني إحنا كنا في الماتش دوت كنا ليد أكتر عن ماتش الأهلي. ماتش الأهلي برضو كنا ماشيين كويس، بس في آخر دقيقة يعني الدنيا هي اللي اتقلبت. يعني الماتش مثلا لو كان كمل دقيقة كمان احنا كان ممكن نكسب، او على الأقل كان يبقى تعادل، بس كان أقرب أكتر بصراحة ماتش الشمس. ماتش الشمس كان أقرب من ماتش كان أقرب الأهلي. بصراحة. طب إيه رأيك في مباراة الأهلي؟ يعني في ناس، أنا لا عشان أنا عارفة الأحداث وفاهمة الدنيا ماشية إزاي وفاهمة الإمكانيات أو فارق الإمكانيات ما بين هنا وهنا، فأنا فاهمة كتير. مباراة الأهلي هي مباراة ما بتبقاش سهلة أبدا. بس أنا أدائكم في المباراة ده، أنتوا خسرتوا تقريبا فرق فرق اتنين. اتنين، فرق اتنين. أنا بالنسبة لي شفت انه ادائكم في المباراه دي مبشر ان احنا رايحين، الزمالك مش الطبيعي انه يرضى بالخساره يعني، تمام، بس مبشر انه انا شفت ان انتوا عملتوا ماتش حلو. انا حتى وقتها كنت هوا وقلت انا بشد على ايديهم، وبجد انا شايفه ان ادائهم في المباراه بالشكل ده اداء كويس. شفتي انت، حسيتي ايه بسمه؟ يعني حسيتي المباراه ماشيه ازاي؟ حسيتي ان انا النهارده لما وصل لفرق اتنين، قالت لي الفرق كان عالي عن كده شويه خلال المباراه، كان في الشوط الاول عالي جدا. كلميني عن المباراه ككل. المباراه احنا في الشوط الاول ما كناش موفقين، احنا في الشوط الاول كنا خسرانين فرق 4 أو 5 تقريبا. نزلنا الشوط الثاني، لا احنا لازم نجيب الماتش ده، احنا الماتش ده على ارضنا. فنزلنا الشوط الثاني جبنا عوضنا، بقينا فرق تعادل، رايحين نجيب الجون طرد مننا حد، فخسرنا فرق واحد. هو بس الماتش لو كان فاضل دقيقه، يعني لو سابولنا دقيقه كمان احنا كان زماننا جبنا الماتش. وكمان خبرات، يعني هم عندهم خبرات اكتر مننا وعناصر اكتر مننا، فده برضو اللي فرق معانا في اخر 5 دقائق من المباراه. بس حسيتي انه يعني في مباراه الاهلي المقبله لا احنا نقدر نعمل لا حاجه؟ لا لا، في مباراه الاهلي المقبله احنا هنقدر، لان احنا خلاص عرفنا بقى هم شغلهم عامل ازاي ودفاعهم وهجومهم وكل حاجه، وبنشتغل على الكلام دوت. وان شاء الله باذن الله الماتش الجاي احنا بنستعد له من دلوقتي، برضو الماتش الجاي احنا ناويين ان احنا نعمل، لان هي الدنيا قريبه، هي فرق جونين بس، واحنا لو شدينا الماتش الجاي في الشوط الاول برضو شدينا، لا الدنيا بتجيب معانا ان شاء الله. يمنى المحترفه في الاهلي، يمكن انتوا في الماتشات اللي قابلتوا فيها الاهلي لسه المحترفه ما كانتش لعبت صح كده؟ المحترفه فرقه ازاي مع الاهلي؟ هي طبعا فرقه فيهم، يعني الفكره ان انا ادعم حد من بره محترف اصلا، هو مش بيدعم الفرقه اكتر كلاعب قد كخبره. ففي نفس الوقت الخبره بتاعتها فايداهم جدا في حته ان هي لو الفرقه بتاعتها كلها مش فايقه، لا هي ممكن هي تجيب الماتش كله. فهي زي ما هي مؤثره، يعني احنا لعبنا معاها برده ماتش الكاس كانت هي موجوده، ومع ذلك في وجودها احنا قدرنا ان احنا ننهي الماتش بالتعادل.
لكن في الماتش الاخير هي يعني غالبا كانت مصابه ما لعبتش الماتش، بس مع ذلك برضو كانت الدنيا يعني الفرق ما بيننا وبينهم حتى لو محترفه مش موجوده لا خلاص موجود، يعني احنا قادرين ان احنا نكون معاهم في نفس المستوى، فهي المحترفه بتيجي تخلص بالنسبه لهم يعني، طبعا. لكن هم من غيرها لا، احنا المستوى ما بيننا وبينهم قريب تقارب جدا جدا، فدي الفكره بقى. لكن لو محترفه موجوده طبعا التدعيمات بتفرق بنسبه كبيره لاي فرقه، صحيح، لكن صحيح. هي مش موجوده المستوى بيبقى قريب، بنقدر ان احنا اللي هو تبقى منافسه حلوه بقى، ان هو يلا نلعب مع بعض كل واحد بيبقى قريب من التاني. ايوه صح صحيح. طيب قولي لي يا بسمه، الماتشات اللي انتوا بتستعدوا لها، الطيران يوم 22 ديسمبر، الشمس 23، بعديها الشمس تاني، ما اعرفش في ايه جرعه الشمس كتيره قوي بالمناسبه. فريق الشمس في كره اليد السيدات فريق منافس وقوي وصعب جدا، وخد الدوري السيزون اللي قبل اللي فات، اللي صح قبل كده؟ اللي فات بالظبط، ففريق تقيل يعني. طيب انت النهارده عندك 22 مع الطيران، وبعدين 23، دول ماتشين جولتين ورا بعض جمعه وسبت في الدوري، صح كده؟ وبعدين 23 مع الشمس، و26 مع الشمس في ربع نهائي الكاس. بالظبط، الثلاث ماتشات دول شايفاهم ازاي؟ لا الثلاث ماتشات دول اجمل ثلاث ماتشات احنا المفروض نلعبهم، يعني دولت احنا دلوقتي بنستعد فتره الشهر اللي احنا واخدينها دي، احنا بنستعد للثلاث ماتشات وبالذات ماتش الكاس، لان ده ربع الربع، فاحنا لو كسبناه هنصعد للسيمي فاينل والفاينل، فاحنا مش يعني احنا مش على مش بنطلع من الكاس، احنا على طول بنبقى اول او تاني، بنلعب فاينل على طول، فهتبقى وحشه قوي ان لا قدر الله احنا خرجنا، فاحنا دلوقتي احنا بنستعد على الماتش ده، وكمان بنستعد على الماتشين كمان اللي هو الطيران والشمس، عشان لما نكسبهم نبقى احنا داخلين الماتشات القويه اللي هو اهلي وسبورتنج وسموحه مرتاحين، ان احنا خلاص احنا ضامنين ان احنا في المربع او تاني على طول، هنفضل تاني او ضامنين ان احنا في المربع، فدولت اهم ثلاث ماتشات لازم لازم ان احنا نكسب ثلاث ماتشات دول ان شاء الله. صحيح صحيح. طيب يومنا مباراه الشمس اللي هي في الكاس، الطيران والشمس هيكونوا فين الاولانيين؟ الطيران هيبقى على ارضنا والشمس برضه هيبقى على ارضنا. طب والشمس في الكاس تقريبا برضه على ارضنا برضه، يعني الثلاث ماتشات تقريبا على ارضنا. الثلاث ماتشات على ارضنا دي على ارضكم، لان الجوله الاولى احنا كنا عندهم على ارضهم هم، فالثانيه بتبقى راجع عندنا احنا. ده بالنسبه للدوري، لكن في الكاس على ارضنا. في الكاس على ارضنا. طيب يومنا قولي لي انت المفروض المباريات الكاس تبقى مباريات صعبة ملهاش توقعات ملهاش مفاجآت، يعني مليئة بالمفاجآت كل الحاجات دي. طيب انت النهاردة مباراة الكاس شايفاها ازاي؟ سيبك من جولتين اللي في الدوري دول يعني خلاص ماتشات في الدوري هننزل نلعب ونعمل اللي علينا والكلام ده كله، لكن مباراة الشمس اللي هي في ربع النهائي دي شايفاها ازاي؟ لانها مباراه هتبقى صعبه جدا. احنا معترفين ان ماتشات الكاس تختلف تماما عن ماتشات الدوري، ملهاش كبير لاي فرقه، ملهاش كبير، وغير كده كل فرقه بتعمل اداء مختلف تماما عن اداء الدوري. فاحنا الحمد لله كل سنه بننافس على الفاينل على طول، حتى السنه اللي فاتت مع كابتن قاسم برضو قدرنا ان احنا ناخد تاني، فكنا بننافس كويس، فاحنا بطوله الكاس يمكن اقرب شويه لينا من الدوري كل سنه ان احنا ننافس عليها كويس جدا. يعني حتى احنا في الماتشات بنبقى فايقين اكتر، بنبقى اللي هو احنا بنلعب ماتش قاتل يا مقتول، اللي هو يا نكسب يا مفيش. فالحمد لله كل سنه الغلطه فورا ما فيهاش غلطه خالص، فكل سنه احنا بنبقى قادرين ان احنا نمشي، يعني نقدر ان احنا نليد الماتش كويس جدا بحيث ان الماتش يبقى معانا وما نخسرش، اللي هو احنا الكاس بتاعنا وهننافس عليه كده كده. فالماتشات بصراحه يعني الكاس مبقاش ليه كبير، وممكن نلاقي فرق بتكسب فرق، ف خصوصا التوب فور مثلا كلهم قريبين في نفس المستوى، فاحنا ممكن نلاقي فرقه كسبت غير متوقعه من مره هي اللي بتنافسني على الفاينل. فبصراحه ماتشات الكاس يعني لا احنا ممكن نكون مركزين فيها اكتر عن الدوري، لان الدوري حتى ممكن نعوض فيه، سواء احنا لو خسرنا ماتش ممكن نكسب ماتش تاني فنجيب فرق بوينت، لكن الكاس بصراحه احنا بنبقى مركزين عليه اكتر، لان هو بيبقى اقرب لينا ان احنا ناخد فيه ميداليه او ممكن ناخد البطوله كامله. ايوه، والغلطه فوره فعلا بزرق. يعني عارفه هي البطوله بتبقى اسهل تقدري تاخديها بسهوله، لكن في نفس الوقت عارفه اللي هو ايه، الغلطه بره على طول، مفيش تهريج مفيش تعويض. يا جماعه ما تهرجوش بقى، الموضوع صعب. لا بس بجد انتوا قدها وقدود، وانا متوقعه لكم يعني جولتين الدوري ان شاء الله تكسبوهم، متوقعه لكم انكم تكسبوا الشمس باذن الله. وفكره انها هتكون على ارضنا يعني ده هيفرق بشكل كبير.
طيب بس ما انت راجعه من الاصابه صح كده؟ احكي لي ايه اللي حصل والاصابه جت ازاي والدنيا كان فيها ايه؟ فتره اللي هي فتره الاعداد بتاعتنا احنا كنا بنتمرن كويس جدا، بالذات الحراس المرمى كان بتمرن صبح وبالليل. ففي في تمرينه في تمرين تجوان عادي واحنا بنسخن وبنعمل التمرينات بتاعتنا عادي، فاتصبت نزلت جراند غلط فجالي جزع في الرباط الداخلي من جوه، وكان جزع في الصليب. فقعدت تقريبا طول العشر ماتشات دولت انا كنت بره، لان يعني كنت بعمل علاج طبيعي كنت بتعالج، فما عرفتش ان انا اشارك معاهم في الماتشات اللي احنا لعبناها، مع اني بصراحه كان نفسي ان انا فعلا اشارك. بس الاجوان بتاعتنا بسم الله ما شاء الله كانت مقديه على اجمل وجه، يعني ما كانوش حاسين بفرق ان انا مصابه او بتاع، لان كان هم موجودين وكانوا بصراحه شايلين الفرقه جدا. يا فندم بس ما نقدرش نستغنى عنك برضه. لا لا هي كانت بتدعمهم بصراحه، يعني هي برضه بتبقى واقفه في الماتش بره، هي بتديهم توجيهات والمفروض يعملوا ايه وكده، فهي بتبقى معاهم بصراحه. يعني لا بسمه جميله ربنا يخليك. هم كلهم بصراحه زي ما بحب الاجوان في الفرقه. الله يخليك. بس فالحمد لله دلوقتي انا بدات انزل التمرينات خفيف، وان شاء الله اول ماتش الطيران هبقى موجوده فيه باذن الله، يعني بإذن بدايه المطوشه هبقى متواجده فيها ان شاء الله. صحيح صحيح. الاصابه كانت في تمرين، كانت في تمرين يعني عارفه ما كانش ماتش، عارفه لو كانت ماتش كنت ارتحت شويه، كنت حسيت انه مش مشكله، لكن ده بتمرين وتمرين حراس مرمى يعني تمرين، كان تمرين تجوان يعني الكابتن بتاعنا كان بيمرنا قبل الفريق بساعه، فهي اتصابت في التمرين. هو النصيب بقى، فاللي هو الحمد لله على كل حاجه. الحمد لله. طيب يومنا انت مواليد كام؟ انا مواليد 2003. اوكي تمام اوكي. الموضوع بيصغر قوي بس مفيش مشكله. قولي لي مركزك ايه؟ انا فرود. اوكي حسيت حسيت بيبان. يمنى ونورهان اشرف بيبان بننزل ندافع جنب بعض. بالظبط بتدافعي كمان؟ انا كابتن مصطفى بيقعد يقول لي هتلر في الدفاع وكده، هو اللي بيبقى قاعد بره بيشجعني، اصلا ما فيش حد غيري جاي انزلي. انا فرقه على طول بنبقى جنب بعض يعني. بصي بيبقى لما حد بيبقى شايل في الدفاع كده تبقى تحفه، وهي الحته دي اصعب حته. اللي هي الثلاثه دي بتبقى صعبه جدا، بتضرب فيها كتير. بتضربوا فيها كتير وهي بقى بصي والله بيبقوا جنود مجهوله، خدي بالك. يعني الحته بتاعت الثلاثات دي لو مقفوله خلاص خلاص الماتش خلاص قفل سبحان الله. يعني عارفه لو الوينجات الدنيا مش ظابطه معاهم ما بيبقاش زي الحته اللي في النص، الثلاثات دي بتبقى مشكله كبيره فعلا والله. ساعات بنعاني منها في الدرجه الاولى رجال بجد، بشوف ان لو فايقين انت خدت الماتش سبحان الله يعني، وريحت الجول وراكي وكل حاجه، لو مش فايقين بتعاني بتعاني. فانتوا عندكم مهمه كبيره قوي. احنا الماتش اصلا لو احنا مش شايلين الدنيا بتتقفل بقى، دول كمان ما بيسكتوش، اللي هو لا اقفلوا الدفاع اقفلوا الدفاع. احنا ما عندناش فرصه ان احنا ما كناش فايقين، واحنا لازم نكون فايقين عشان الاجوان من ورا مش هيسكتوا فعلا يطلعوا يدافعوا معانا. صح صح. لا مهم جدا. والناس يمكن انا دايما بقول اللي في ثلاثات دول الناس ما بتحسش بيهم، يعني لو حد قاعد بيتفرج على الماتش ومش متابع هاندبول قوي ممكن مش هيبقى حاسس بمجهود الناس اللي بتدافع في المكان ده، هو اساس الدفاع هو الموضوع يعني. فطبعا يا فندم الغلطات بتبان اكتر كمان. تحيه للجنود المجهوله اللي في ثلاثات في كل فرق النادي، بنوجه لهم تحيه خاصه. لا بس بجد شابوه يعني. بس بتهاجمي برضه؟ الهجوم والدفاع بنبقى مكملين. طبعا الكابتن بقى لو عايز يعمل روتيشن ما بيني وما بين حد، بس لا يعني اغلب الوقت ببقى مكمله الهجوم والدفاع عادي. يمنى اعمار الفرقه اصلا لما اتكونت، لان طبعا انت عارفه قعدنا 11 سنه ما عندناش فيرست تيم، كان اخر فرقه انا في 2009. والله يا بنتي زي ما بقول لك كده ذكريات. كان اخر فرقه انا في 2009 ورحت بعديها حتى لعبت سنتين في الجزيره وبعدين زهقت بقى. لما بتخرجي من ناديكي بجد ما بتبقيش مبسوطه. ايوه الموضوع بيبقى صعب بصراحه. جدا. وانا كنت كابتن فرقه فكنت بحس انه خرجت لعبت سنتين كده وبعدين ما لا يعني. نادي الزمالك برضو كانت فارقه معايا قوي. فلما جه تم تكوين الفريق ده فكانت الاعمار كلها 99 و2000 فاكره بس بقى؟ ايوه. كان كل الاعمار كده. فلما انت داخله عليهم 2003 الحاله دي يمكن اكبر حد فيكم نورهان اشرف لعبت معايا بالمناسبه. هي اصغر عشان ما كبرهاش. اصغر ثلاث سنين تقريبا. بس الفكره انه الفريق كله صغير، فانت لما بتتصعدي مش حاسه ان في جاب فظيع، تحسي ده ازاي؟ هو الموضوع بصراحة ما كانش مشكل لي أزمة قوي، لأن أنا أصلا كنت بتصعد معاهم من أيام ما كانش فيه رسيمو 2000، كانوا فريق 2000 بس. فيعني أنا كنت بتصعد معاهم من الأول، فلما بقينا فيرست تيم وكده الموضوع ما كانش مشكل لي أزمة قوي، خصوصا إن احنا يعني كلنا مع بعض فريندلي جدا والأعمار قريبة، فالموضوع ما كانش مشكل أزمة، لأن أنا كده كده أوريدي متعودة عليهم من كمية التصعيدات كلها. بس فالفكرة كلها
ان اللي هو لما جينا صعدنا في 2002 اتصعد للفيرست تيم، الموضوع ما كانش شكل ازمه ان احنا اوريدي كنا معاهم على طول، بس فكلنا عارفين بعض متعودين على بعض، فالحوار ما كانش بصراحه مضايقنا زي باقي الفرق مثلا. يعني معظم الفرق الاعمار اللي فيها اكبر مننا، يعني احنا اللي يميزنا ان احنا اصلا عناصرنا صغيره، فكلنا متعودين على حته ان هو لا احنا اصلا مع بعض من زمان في حته التصعيد، لما احنا طلعنا واحنا اوريدي كنا مش بنتمرن اه معاهم، مش فمش أزمة. حاجه جديده. بتعينوا اكيد من فكره ان انتوا لما بتروحوا تقابلوا فرق، هي يعني ما هي كل فرقه بيبقى فيها ايه، شباب متوسط اعمار خبرات، انتوا ما عندكوش التوليفه دي، الحمد هو لله. سلاح ذو حدين، بتشوفيه ازاي بس يعني ما هو عندكوش نفس التوليفه دي، بس انتوا كصغيرين البدني اعلى، بتعرفوا واخدين على بعض اكتر، التوليفه دي مش موجوده، فانتوا فارقه معاكم ازاي بالسلب والايجاب؟ لا، هي بالايجابي ان احنا الصغيرين اللي بيطلعوا لنا كويسين جدا، يعني بيدعمونا كويس جدا، وعندهم خبرات برضو لان هم نصهم في منتخبات، يعني في منتخب 2004 ومنتخب 2006. دي بالنسبة لنا حاجة حلوة، وكمان كلنا متفاهمين، يعني مفيش حد عندنا كبير عمرا سنا كبير يعني اللي هو ايه يتحكم فينا او يتكلم معانا باسلوب وحش، فاحنا كلنا تقريبا نفس السن، فكلنا واحد وكلنا متفاهمين مع بعض، وكلنا دماغ يعني يعتبر دماغ واحد. ما اعتقدش ان هو في سلبيات، او ممكن يكون في سلبيات ان مفيش يعني مفيش غير كابتن الفريق بتاعتنا هي بس بتحتوينا، او ان هي لو في مشكلة بتحلها، فدي الحاجة الوحيدة اللي كويسة. ما فيش صحيح سلبيات، يعني ما اعتقدش ان في سلبيات في الموضوع ده. صحيح. الفريق يقدر يحقق بطولة السنة دي يا بسمة؟ هو إن شاء باللي الله. احنا الاول في الدوري الاول ده احنا يعني ان شاء الله احنا ناويين باذن الله، يعني في الدور الاول اللي احنا عملناه وان احنا طالعين تاني، وان احنا ماتشات مع الاهلي وماتشات مع الشمس دي، احنا ان شاء الله في الدور التاني لا ناويين ان احنا نعمل حاجه، وناويين ان احنا نكسب باذن الله، إن شاء على الاقل الله. ان شاء الله هناخد بطوله باذن الله عشان نفرح المجلس الجديد ان شاء الله. إن شاء الله. لا، مش تفرحوا الجماهير، وعشان سيبك من نفرح المجلس، الجماهير بقى. فرحوا الجماهير. قولي لي يا يمنى، انتوا شايفة انك محتاجة ايه؟ الفريق محتاج ايه عشان يقدر ان هو ينافس على بطولات، ياخد بطولات؟ الفريق محتاج ايه؟ وقولي يعني عادي. احنا طبعا لا قولي عادي، قولي كده كده عادي. بصراحة من ناحية الجهاز احنا معانا جهاز كويس جدا، سواء من مدرب الأحمر كابتن سباعي أو كابتن رضا، كابتن أمجد طبعا. يعني من ناحية الجهاز، لا السنة دي أو السنة اللي فاتت الزمالك على طول بيشكل لنا جهاز كويس جدا. احنا بتبقى فكرتنا بس ان احنا على الأقل بنبقى محتاجين تدعيمات المحترفة زينا زي الفرق التانية، يعني عشان لما نيجي مثلا نلعب قصاد حد اللي هو خلاص زي ما انتوا عندكم احنا عندنا، احنا ما عندناش مشكله. بس هو مين فدي من بتبقى غير الاهلي فكره، عنده محترف؟ بس هو تقريبا الاهلي بس. من الاهلي بس حاليا. تمام. بس بتبقى الفكره بقى في التدعيمات، اللي هو بس احنا محتاجين محترفه، غير كده بصراحه يعني الدنيا مظبوطه. ممكن ان احنا نكون محتاجينه اكتر مثلا معسكرات، نزود مثلا اللي احنا عايزين احتكاك اكتر، لان زي ما قلت لك احنا معظمنا اعمارنا صغيره، فمش كلنا عندنا الخبره الكافيه في الاحتكاك مع الفرق التانيه. بس فاحنا بس كنا محتاجينه يا اما نجي ندعم محترفه، يا اما مثلا يكون عندنا قدره على المعسكرات اكتر من كده، ان احنا نحتك مع فرق تانيه، سواء بقى في فترات التوقف بتاعت الدوري او في فتره الاعداد اللي هي قبل الدوري اصلا. بس تبقى دي الفكره. بره مصر ولا جوه مصر؟ انت عايزه اي حاجه. اي حاجه. طماع قوي يعني، كنت عايزه اي حاجه. معسكرات، حسيت انها هتقولي بتطلعونا اوروبا في الصيف انت قلتي لي عشان اتكلمي. حضرتك بس محتاجين. طماع قوي يعني، شفتي الطلبات؟ قالت لي هو ده بس كل اللي محتاجينه، بس هو ده بس، يعني مش مش محتاجين محتاجه حاجه غير غير كده. كده. لا الموضوع بسيط. اوروبا بقى، نطلع اوروبا. لا لا، احنا طلباتنا متواضعه. خفيفه قوي. خفيفه. لا بس ده حقيقي وده مهم، وانا بشوف فعلا المعسكرات اللي بتبقى في بدايه السيزون، حتى يعني برضه انا مش بوعدك باكتر من اسكندريه يعني، اي برضه حاجه ايه اي حاجه قالك ما يروحش. اي حاجه. يعني بس بجد بتفرق، يعني بتفرق ان انتوا تتجمعوا مع بعض ولو حتى اسبوع في اسكندريه، تلعبوا فيه اتنين ماتشين مباراتين وديتين في اسكندريه، مع جري على الرمله في البحر، بالظبط. مع مش عارفه مع تدريبات، اكيد بتفرق. وان انتوا تبقوا مع بعض في بدايه السيزون تعملوا معسكر اكيد بيفرق بشكل كبير جدا هنا جوه مصر. ماشي. اي حاجه. ماشي. قولي لي يا بسمه، احنا قلنا ان احنا يمكن الفكره زي ما يمنى قالت انه انتوا شايفين انكم مثلا
لما الظروف تبقى احسن ولما الدنيا تبقى احسن، انتوا محتاجين محترفه. شايفه ان ده بس اللي الفريق محتاجه يا بسمه ولا في حاجه ثانيه؟ لا هو الفريق كتدعيمات يعني تدعيمات، هو زي ما يمنى قالت ممكن محترفه او لو مش محترفه ممكن كمان لعيبه، يعني لعيبه من بره من نوادي تانية، لان احنا الكبار بعيدا عن التدعيمات من 2006 ومن 2004 احنا 16، يعني 16 بنت بس اللي هم الفرقه اللي هو الفيرست تيم. فانت لما بتدعمي من 2006 من 2004 بتدعمي اربعه او خمسه، فبنبقى اللي هو تكمله القايمه بتاعتنا. فاحنا بنبقى محتاجين لعيبه تانية، يعني اثنين او ثلاثه من مراكز عندنا برضو ناقصه، يعني احنا في مراكز عندنا بتبقى ناقصه ما فيهاش غير لعيبه او لعيبتين بكتير، فدي حاجه برضو احنا محتاجينها بعيدا عن المحترف. يعني لو حضرتك بصيتي لكل نادي هتلاقي فيه اثنين او ثلاثه في كل مركز، اثنين او ثلاثه في فرقه، في لعيبه بتشوط على الاجوان، في الاجوان بتسخن اكتر، في الاجوان بتبقى مستفاده في التمرين. لكن احنا كفرقه 16 لعيبه بس. وزي ما يمنى برضو قالت معسكرات، زي ما حضرتك قلت معسكرات في الاسكندريه مثلا، نلعب مع سبورتنج سموحه ماتشات جامده قبل السيزون، او برضو بلاش في نص السيزون لان ما يبقاش هم عارفين احنا بنتمرن ازاي وهم عارفين، ففي بدايه السيزون بتبقى احسن لينا. صحيح بس صحيح. هي دي التدعيمات اللي احنا محتاجينها يعني. صحيح صحيح. طيب يمنى خلينا نروح للمنتخب شوي ماشي. قولي لي لما بقى في منتخب اول، حتى لو مثلا ما انضمتلوش قبل كده انضمتي له ايا كان، بس فكره ان في منتخب اول، الموضوع ده يعني احنا يعتبر عندنا سنين وسنين مفيش حاجه اسمها منتخب اول اصلا، وحتى لما جمعوهم مره او اتنين فاكره على ايامي، يعني عارفه وانا بقول على ايامي فتحسي جدتي قاعده معاكم بس مش مشكله. في الفتره دي على ايامنا جمعوا المنتخب مره اتنين ومش عارفه ايه، وكانت تجمعات كده وحتى علشان يبقوا رايحين بطوله وما يحصلش ومش عارفه ايه. بتشوفي ازاي ان بقى في منتخب اول بيفرق ازاي معاكم كلاعيبه وانتوا بتلعبوا الدوري او في السيزون وهو شغال، فارق معاكم ازاي موضوع عوده المنتخب يعني؟ طبعا الموضوع بيفرق كل ما كان في ناس عندنا عناصر اكتر بتتجمع مع المنتخب. طبعا المنتخب بيدينا خبره كافيه جدا ان احنا لما نيجي نشارك في الدوري بتاعنا يعني بنبقى مرتكزين اكتر في الملعب. ففكره ان احنا بنبقى في المنتخب طبعا التمرينات بكل حاجه بتتعمل لنا هناك ده بيفيدنا احنا كلاعيبه يعني في النادي بتاعنا، وفي نفس الوقت احنا بناخد بقى اللي هو بنتعلم كل حاجه هناك، اللي هو اي موقف انا هتعرض له بقى المنتخب وانا اوريدي انا عارفه انا هتصرف فيه ازاي. ففكره ان في منتخب ده طبعا بيدعمنا احنا كعموما كعمومي سيدات، اللي هو احنا مهتمين بالسيدات الحمد لله في مصر وعاملين لهم منتخب، فالموضوع بيبقى فايدنا في حته بس اللي هو اكتساب خبرات، اللي عندها حاجه عايزه تشتغل عليها اكتر ده بيفيدنا احنا في الحته دي. فكل التمارين في المنتخب بكل البرامج اللي بتتعمل لنا هناك ده بيفيدنا احنا بصراحه كمستوى بره المنتخب، يعني اللي هو انا خارجه من المنتخب رايحه النادي بتاعي لا يعني ماريا مركزي اكتر في حته الملعب، اللي هو لا انا قادره اتصرف في مواقف معينه لان انا خلاص انا عديت بيها. حته بقى المنتخب التمارين بصراحه بتفيدنا جدا فان احنا نغير من مستوينا، اللي هو في حاجه مثلا ما كانتش موجوده عندي انا قادره ان انا في المنتخب اتمرن عليها اكتر، لما ارجع النادي برضو هتمرن عليها بحيث ان انا اقدر اوازن ما بين الاثنين، فيكون نفس المستوى بتاعي في المنتخب وفي النادي انا بحاول اعلى بالاثنين ما اقلش بحاجه منهم. انت انضميتي المنتخب قبل كده؟ انا كنت في منتخب 2002. اوكي. طبعا بس منتخب الفيرست تيم مختلف تماما على 2002، احنا 2002 كنا اصغر شويه. فالفيرست تيم بصراحه الموضوع بيبقى اعتماد اكتر على النفس، اللي هو انت اشتغلي على نفسك عشان انت لو ما اشتغلتيش خلاص. لكن 2002 احنا كنا اصغر شويه. صحيح. انت اتخرجتي من الكليه؟ لا انا لسه في ثانيه. ايه؟ كليه اداب جامعه القاهره. ده قسم ايه؟ علم اجتماع. يلا ربنا معاك. طيب قولي لي يا بسمه برضو نفس السؤال، انت انضميتي المنتخب الاول يعني تالي اكتر من مره، انت بس الاصابه في الفتره الاخيره اللي منعت الدنيا فعلا. فرق معاكي ازاي انت سافرتي معاهم افريقيا؟ لا لسه. طيب اللي فاتت افريقيا اللي فاتت؟ لا. طيب قولي لي فرق معاكي ازاي فكره وجود منتخب للسيدات؟ يمكن في النسخه اللي فاتت لما ما قدروش يفوزوا وكان بينهم وبين النوم حتى يبقوا من الخمسه الاوائل ويروحوا كاس العالم كانت حاجه بسيطه قوي. بالظبط. قولي لي فرق معاكي ازاي لما تم تكوين منتخب اول للسيدات؟ الموضوع ده فرق معاكي ازاي؟ ولما روحتي بقى المنتخب حسيتي بايه؟ لما فرق معايا لا هو فرق كويس جدا، لان دلوقتي انت بقى عندك حاجه حماس اللي هو انت لا هتشتغل على نفسك اكتر عشان تنضمي للمنتخب، عشان تسافري، عشان تباني، عشان اسم انت بتلعبي باسم بلدك. فدي بالنسبه لنا حاجه حلوه ان هو اتعمل بصراحه. انا بكتسب خبرات من هناك
كتير قوي، لان طبيعي بيبقى هناك مدربين كويسين جدا، سواء مدرب اجوان او كابتن. المدرب بتاعنا يعني كويسين جدا، اللي هم بيخلي بالهم اللعيبه لو انت بتعملي حاجه غلط لا بيصلحوا لك. ممكن في النوادي عندي مبقاش في وقت ان هم يصلحوا غلطات، لاني طبعا مش متجمعين في مكان واحد مثلا هو ساعتين وبنمشي وبتاع، لكن المنتخب بيبقى صبح وبالليل. الغلط ان انت عملتيه الصبح ما ينفعش تعمليه بالليل، فبيصلحوا عليكي، بيشتغلوا على الحاجات الغلطات بتاعتك كتير جدا. في حاجات كتير قوي حلوه، ان هو مدرب الاحمال بتاعنا كويس جدا هناك، فبتبقى بالنسبه لنا دي حاجات حلوه طبعا. وبتحسي انك في النادي انا ضامنه مكاني. انا ضامنه مكاني، ولو رحت النهارده مش قادره اتدرب ودي مش حلو عادي الكابتن هيقدر، واللعيبه اصحابي مش قوي لازم نتمرن برضو. ايوه بس مش زي الشده بتاعت النهارده. انا عارفه ان النادي كمان التمرين فيه شديد جدا، وان الكابتن ما بيسمحش، وانه هيقفش، وانه بس في الاخر انت عارفه انك ليكي خاطر عندهم، عند الناس دي انت ليكي خاطر. لا في المنتخب، لا في المنتخب انت لو قصرتي في حاجه مش هتبقي التقنيه الجاي خلاص، ما فيش دلع، ما فيش ان انت تتعوجي مثلا، او اللي هو انت انا خلاص ضامنه ان انا في المنتخب على طول. لا انت ممكن النهارده موجوده، ممكن تاني يوم ما تبقيش موجوده. بالظبط. فدي حاجه بتخليك اللي هو لا انت على طول لازم تبقي كويسه، على طول تدي لنفسك الاحسن، تبدأي تجيبي احسن، عادي احسن من كده. وكمان بيفيدني في النادي ان انا ببقى عارفه اللعيبه برضو اللي انا بلعبها في النادي دي بتشوت ازاي، بتدخل ازاي، بحركتها ازاي. فانا ببقى في النادي بتاعي ببقى بتروح النادي المنتخب علشان تحفظهم في التمرين الاول. ده بتروح المنتخب بتاخد بتاخد منهم بقى. عرفتوا بس ما بتعمل ايه؟ انا مش لا بس فعلا برافو عليكي، يعني انه حتى يبقى ده جزء من تفكيرك انه ده شيء كويس جدا ومش عيب. ليه لا يعني؟ لا مش عيب، اللي هو انا ببقى يعني مثلا انا في المنتخب زي ما بتمرن مع الفريق، يعني انا فرقتي عارفه هي بتشوط فين، فانا لو انا في المنتخب انا عارفاهم هما بيشوطوا فين، فلما اجي ارجع النادي بتاعي خلاص انا عارفه انا هلعب عليها ازاي، انا هخشين منها الكوره في الوقت دي هي بتقع، في الوقت دي هي بتشوط في زاويتها المفضله بتاعتها. فبيبقى طبيعي الجون برضو بيبقى محتاج الحاجات دي عشان يقدر ان هو يشيل كميه كبيره من الاجوان. صحيح صحيح. طيب يمنى، يمكن في الفتره الاخيره او في بطوله افريقيا الاخيره، المفروض ان منتخب مصر، طبعا الزمالك اللي مسيطر على دماغنا، منتخب مصر قدر ان هو يعني عملوا اداء حلو، مع انهم دي اول نسخه من زمن الزمن يبقوا متواجدين في بطوله افريقيا من اجيال واجيال، يعني انهم يبقوا متواجدين في بطوله افريقيا. لكن في مثلا ناس تقول لك طب هو انت، انا هسالك سؤال بشكل مختلف لان احنا بنتكلم برضو بطريقه عمليه على ارض الواقع، يعني مش هقول لك انت متوقعه مصر تاخد في السيدات بطوله افريقيا اللي جايه ولا لا، لان ده مش اسهل حاجه على الاطلاق، بس متوقعه انهم يبقوا من الخمسه الاوائل ويوصلوا كاس عالم. خلينا معترفين برضو ان في البطوله بتاعت افريقيا اللي فاتت احنا الفتره اللي اتجمعوها اصلا قبل البطوله كانت قليله جدا، اللي هو تقريبا كانت ما كملتش شهرين. هم عرفوا اساسا ان في اللي هو احنا مره واحده عندنا بطوله فيلا نعمل معسكر، يلا نعمل. فكل اللي احنا وصلنا له لا ده كان مركز كويس بصراحه بالنسبه للمده اللي احنا قعدنا اتمرناها مع بعض. كانوا سادس او سابع حاجه كده. متهيألي. فان شاء الله يعني الفتره الجايه لا احنا عندنا وقت كافي، وكابتن رامي طبعا عامل لنا برنامج تاني يعني مظبط لنا الدنيا جدا، بحيث ان احنا نبقى مؤهلين كليا، مفيش اي حاجه ناقصه لما ندخل البطوله. فاننا واخدين وقت كافي والتمارين متظبطه، فاكيد هنقدر ان احنا نحقق مستوى اعلى من البطوله اللي فاتت. يا رب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. يا رب. بس ما كلمه اخيره تقولي ايه؟ انت حره بقى. لا والله هو انا مبسوطه طبعا ان انا مع حضرتك هنا. طيب ان شاء الله احنا بنوعد جمهور نادي الزمالك و الجماهير بس وادي الجماهير بنوعد الجماهير ان احنا ان شاء الله السنه دي باذن الله هنشتغل على نفسنا اكتر، ان احنا ناخد دوري وان شاء الله ناخد كاس، وان شاء الله برضو ناخد دوري زي ما عودناهم السنه اللي فاتت واللي قبلها، ان احنا موجودين برضو على منصه التتويج. ان شاء الله السنه دي هنبقى موجودين وهندخل حاجه النادي ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. يمنى حابه تقولي ايه؟ ربنا يكرمنا ان شاء الله، احنا بنعمل اللي علينا مهما كانت الظروف، احنا مكملين وماشيين في التمارين زي ما احنا، بحيث ان احنا نقدر على الاقل يعني ده مش ده اللي احنا بنسعى له، ان احنا نحقق نفس اللي احنا عملناه السنه اللي فاتت اذا ما كانش اكتر من دوت ان شاء الله. وتطلعوا اوروبا الصيف الجاي. يا سلام. شوفينا
كده بقى نورتوني وشرفتوني، كنت سعيده جدا بتواجدكم معايا. وانا دايما بقول ان فريق اليد دول بناتي، يعني حاجه قريبه من قلبي بشكل غير طبيعي، علشان بحس اللي احنا ما عرفناش نحققه في لحد مثلا 2009 والظروف كانت صعبه قوي وقتها، ما قدرناش نحقق ان احنا فريق المنتخب يعني الفريق الاول في نادي الزمالك انه يكمل، او وقتها كانت الظروف كده او ايا كان. انا بقى بشوف حلمي ده فيكو، يعني انا كان حلم من احلامي، انا حققت الحمد لله كتير من احلامي، ولسه عندي احلام كتير نفسي احققها، لكن كان حلم من احلامي ان يبقى فيه فريق اول للسيدات لكره اليد في نادي الزمالك، والحلم ده الحمد لله اتحقق. فانا بحس ان حلمي بقى في ان بناتي ياخدوا بطوله بيتحقق فيكم، فان شاء الله تقدروا تحققوا، تحققوا لي حلمي ان شاء الله. والله ان شاء الله نورتوني وشرفتوني، ربنا يخليكي. ودي كانت حلقتنا من ملوك الصلاه، اشوف حضراتكم على الف خير وحلقه جديده من ملوك الصلاه في نفس الميعاد، استنونا. السلام عليكم.